ما المقصود بالهداية في قول الله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم؟ هذه الهداية نوع خاص من الهداية في الدار الآخرة إلى المنازل. أهل الجنة يهتدون إلى منازلهم في الجنة، وأهل النار يهتدون والعياذ بالله إلى منازلهم في النار. هذه هداية في الآخرة، يهتدون إلى منازلهم. نعم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم يعني دلوهم. والله جل وعلا يقول سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم يعني بعد الموت. والذين قتلوا في سبيل الله وهم الشهداء فلن يضل أعمالهم، سيهديهم، يهديهم عقب ما يموتون. نعم، يهديهم إلى منازلهم في الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه هداية خاصة في الآخرة. نعم، ذكر ابن القيم أنواع الهداية في مفتاح دار السعادة أنها ما أدري سبعة، يمكن سبعة أنواع على بالي أنها سبعة، بعضهم يقول أربعة. يراجع كتاب مفتاح دار السعادة في كتاب باب الهجرتين وطريق السعادتين. نعم، طريق الهجرتين، ما هم مفتاح دار السعادة، لا، طريق الهجرتين وباب السعادتين. نعم.